صوتك ما بدي اسمعه. بس سلام معكم جواني وحلا أصدقاء فيكم بفيديو جديد. كيفكم؟ شو الأخبار؟ خلصنا اليوم حبايبي معنا حلا. من زمان ما صورنا سوا حبايب. اليوم متفقين على مقلب وهالبنت أفكارها جنونية ولقدام حتشوفوا شغلات كتير رهيبة مبيني ما شاء الله. من اليوم ناوي على مصطفى الخالص. حبايبي من فترة مصطفى عمل فيني مقلب وهي استفز المقلب. شو عمل فيني؟ كتير لهيك قررنا ننتقم. تنتقمي؟ ايه وكان عاصف والله. اليوم مصطفى رح ينتحر. اليوم ام حبايبي اليوم مصطفى رح ينتحر لانه قالت لي حلا على فكرة مقلب بتجنن. بالعادة ما بحكي الأفكار انا بس رح احكي لهم اياها. ايه لا احكي لهم اياها. اوكي انا حاليا مصطفى من فترة قال لي رح يسجل غنية تمام غنية راب. هو قال لي بس اوصل 100,000 متابع رح اعمل غنية راب. قلت له اوكي اعمل. ما المهندسة حلا عطني فكرة انه اصح له. قال له هون المهندسة حلا تمام. هو حاليا جاي عشان هيك حبايبي الكل حط لايكات انت وياه حط لايك على السريع بعدكم كفو. وتوقع شو رح يصير؟ بتعرفوا انه البنات كتير مستفزين فاليوم عن جد حطوا لايكات كتير. كمان شغلة شوفوا لي كيف رح يكون تمثيل حلا. رح يكون قوي حلو لا شوفوه انتو وتبقوا لي تحت رأيكم تحت الوصف والوصف تحت بالتعليقات كلها يا حبايبي. وكمان اشتركوا بقناة حلا تعال لعندي أهلا وسهلا. والما بيعرف شو مصطفى عمل فيني وليش انا عم بنتقم منه والله بدلي من له قربان والله بدي أجله جلد. أنا عارف زعبيت الزعيف فكر من جزعني محبايبي. الكل يدخل قناة مصطفى يشوف شو عمل فيني ويشترك بالقناة ويحط له لايكات ويشوف شو عمل فيني حتى أنا جاي أجلده تمام حبايب. خليكم معي بفيديو حبايبي ويلا تعالوا حاليا جاهزين حبايبي. الشاي بتركية شغلة كتير كبيرة تمام. الكاميرا إن شاء الله ما تكون عم تغبش لأنه جرطي بس مشكلة ضجة بالمطعم بتعرفي شو؟ حبايبي إذا كان الصوت فيه ضجة معناتها ما عادش سامحونا يعني عادي يعني. مرحلة حاليا متلبكة شوي إنه لسه بتعرفوا لمصطفى لأنه في ضجة كثير في ضجة هون وأنا عم صور بالكافيه لأنه برا بارد بوز. عم يتصل مصطفى. ألو حبيبي جواني. يا حبيبي وين صرت؟ انا برا بس ما بعرف وين صارت الكافيه بالضبط لانه في كثير كافيهات هون. تمام شو شوف شو في جنبك كافيه مكتوب اسمه شو اسمه؟ شلون ما فهمت عليك؟ جنبك شو اسم الكافيه الموجود انت جنبه؟ في هون مكتوب بالتركي بس في هون في وحده اسمها الاندا وفي كيو كافيه. كيو كافيه كيو كافيه تمام؟ ايه كيو كافيه تدخل جوا في دم بارك وما بارك وهيك تمام؟ ايه ادخل لجوا يلا وصلنا يعني. وين ايه بالصدر بالصدر صدر الكافيه مو برا. شفت اه كيو كافي شفت يلا طبعا سوي حاجة ما طلع الكاميرا ابدا. اوف اي والله وهيك حبيبي الله يحييك حبيبي الله يسعدك يا رب. كيفك؟ تمام. شو الاخبار تمام؟ والله مشتاق انت كيفك؟ الله يسعدك يا رب. ايش ما في؟ لا حطت ايدك. شو الاخبار تمام؟ لا حطت ايدك. حضر لك مفاجأة معلم. اللي بتجنن بتجنن. تليفون ثاني برضه على فكرة. تليفون ثاني برضه. شلون التليفون عجبك؟ والله ممتاز. هو شغلة حلا يمكن تعرفها من قبل حلا. اي صح تمام. حلا حاليا عم تشتغل هون باستديو اسطنبول تمام. مهندسة صوت تمام باستديو. هتجيل اغاني تركية واغاني تركية وهيك. قلت لها رح اعمل غنية تمام. وقلت لها كمان في مصطفى من فترة حكى معي كمان غنية صح ذكر؟ ايه قلت لها رح يجي بعرفك انت قريب من هون رح يجي الله. قالت لي جاهزة وهيك فسمعنا هات لي شو اسمع غني. لا لا ما تغني الله بدنا نجي عندك على الاستوديو. خلينا نجي عندك على الاستوديو احسن انه بس لحتى اشوف مثلا النبرة اشوفك مثلا كيف بالصوت يعني ايش. انا حاطينها فكرة مرضاني ما راح يعني ما راح نشغل هذول المشاهير المرضان فكرة بارجية وهيك مرضان. احكي لها شاعر انا بحب كلمات راح احاول غنية هلا هي مي راب بس راح احاول اقلبها راب انا. اه يعني مثل شغل مثل بعت البصمة الشباب الفقادي هيزي انطرد الان من الجدول نفسها؟ نفسها غني لنا اياها شلون هو قلبها راح اقلبها غني لنا اياها تمام سمعني بدنا لحن بس يطوى عليها بقول لك تبحث على لحن معلم ما عندي نت لو ما عندي نت طيب اطلع معنا تقرا معنا لا يمشي البيض انا بمشي على البيض نظام ياكا او تمام. انطرد الان من الجدول موتي فالكل هنا ماتوا وانا اعتدت حياتي ارمل عم تغني لك
اكيد عبانة بشوان لا نجاعي شتلت شتلت الصراحة جاعي جاعي لا تنسى اللحن على فكرة ما هو طابع عليها ابدا جاعي اذا حاول عليه ما لاش مراش راح حاول امسح اللحن اكثر يلا سيكم مني عشان ما يضيع يلا باش يلا برا انطردي الآن من الجدول موتي فالكل هنا ماتوا وأنا اعتدت حياتي أرمل واعتدت هلا أنت يعني أنه مسجل قبل غنية طيب؟ لا لا ما سجلت أبدا طب مين اللي قلت صوتك حلو؟ ما ضروا حدا يقول الله عن جد أنه أنت شكل أنت تشكل معها هلا في شكل بس على فكرة اللحن ما له علاقة فيه أنت شكلت الكلام ببعضهم هيك أعطيها طيب يلا أيه. طب دقيقة شوي حاول تجيبي بعد غيابك من شوف لما تستلم اللحم الاول شوف اللحم ممتاز بس الصوت حاول تجيبي انت الكلمات بعد غيابك من سنين هيك شوف شو ولا شو ايه بعد غيابك من سنين ولسه عم دور عليك هيك بلش بلش على فكره في 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 انت في شغله ايه الكلمات حاول جيب انطردي الان من الجدول ما لي حفظان غنية راسي للشعر ولا ما لي حفظان الشعر طيب انا راح لك على شغله ايه. انت انت عندك صوت ايه. طيب انت اعطيني لحن واعطيني كلمات انا بعطيك لحن انا بعطيك بلكي بحاول لا لا بلكي بحاول ايه. يعني انا بعطيك لحن طيب بس شو الفكره الفكره انت شفته كيف غنى استلم اول شيء كلمه ايه هلا هلا يعني اعطاهم بقوه عرفت مهما كان جوان يعني تمام مليون ما اختلفنا بس ما بعرف يا بلا فيك تغني انت مثلا هاي لحن فري ستايل تحس انا عليه ايه شنو نغني لك عليها؟ مو انت طن عليه؟ خليني اسمعها. السلام من بعده يبلش هالكلام جاي احكي على هالساحه يلي مليانه خرفان ماله بجو الراب ولا بجو الجيز انا بستلم اللحم من اول بس ما فيك شيء هلا بجوز قلت لك بجوز لانه كانت الاختيار كان غلط طب رجع حاول حاول اشوف حاول ارجع حاول بس طب غيره ما في عندك غيره 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 جهز احسن لا لا هي بس اذا تسمع طبقة صوتك انا يعني انا قلت لها انا حكيت لها يعني ما ضروري تقول له جاهز بصراحه لو صوتك حلو بيطلع انا حكيت لها اوي شرط عن جد لا تنظم من ردة فعلها لان هي مهندسة صوت بالنهايه يعني هو لو ما قال لي مبدع وممتاز وحتنصري فيه يعني حتنصري أنا... فيه بصراحه انا كنت يعني دغري قلت لك الراب بده تحضير هو مرضان شوي يعني. الراب بده تحضير عندك لغط للحكي الراب بده تحضير الراب بده تحضير طيب غيره صح شو اعطيك طيب اعطيه اسماعيل تمر حفظان شيء ايه لشو اسماعيل تمر مثل شو لا يا زلمه لا ما في مقارنه شو بنتحر اسماعيل والله بنتحر صراحه انا لا ده شو شوفي شلون بدي انتحر مثلا لا انه بنتحر لما حدا غني له بنتحر وقت هندسي انت وقت انت تهندسي له على فكره لا لا يا زلمه انت صوتك كثير يعني. لا طب بدي اسمع طب اسمع طب ما في اسماء كثير انا ما بدي اسكت طب انت بس سؤال طب انت كيف بتقرري من عندك بس ما سمعت شيء انا بقول لك شلون مهندس صوت من اول كلمتين ببين معي شلون مهندس صوت بده يقرر ما عنده اذا شتى ولا ما شتى هي ما حق انه لا كان لا مهما كان مهما كان يعني انا بجوز انا اختار غناي غلط بس بدي هلا اعطيك شيء تقنعني فيه ما ما طيب شو ما المشكله شو بدي اعطيه ايه ايه متى ملي نفس فكره يلا خلينا نسمع على فكره لا لا اسمع اسمع فكره متى ملي نفس الا شيء ما في داعي تعصب عدنا شيء عدنا نفس الشيء لا لك مهما كان بس شو شات لك معك معك بس ما في فكره مهندس الصوت ما بيحكي فكره مو وصلت انه هيك بده يسمع نفسك بده يسمع نفسك بده سوري ما بيهمن انت ضغط كثير عليك بصراحه يعني عن جد يعني لا مو لهالدرجه بس انه انت شغله عن جد عن جد يعني اضحك نفسي لا لا انا صريح لا تحجج فيا لا حاجه لا انت انت شو بتغني ابو ابو ايه ايه والله العظيم انت عم تدمج الكلام ببعض مخارج الحروف عندك طيب. غلط يا زلمه شوف لما غنى الكلمه من اول شيء قلت لك طب اعطيني شيء من عندك شوف هي مو رابر هي مو بس صوت يا حبيبي طب اذا مو شغلتها اذا بتقولي هي مو شغلتها تغني مو رابر هي شغلتي غني بس شغلتي اسمع انا داناتيه يعني بسمع عارف بس هو هو رابو كثير قوي من زمان غني رابو عن جد لا انا عجبتني داناتيه يعني ما يعني سميها سميها طب غنينا شي طلب طلب شي غنيه طلب حفظان اي طيب ايه جلو ما صدق ما تم نفس ما شو هالحكي يا زلمه اذا من البدايه على اسماعيل بده ينتحر وما بعرف مين بده ينتحر يا حبيبي يعني مو راح ينتحر بس اني راح تدل خلص انسي لا لا مو انسي انت جاي لا تسمعني طب سمعني انت مهندس صوت ما
نحن مو مستواكي معلم. طب ممكن تجي تعيد لنا نفسها؟ خلينا نرجع نفسها بعد اذنك. بعد اذنك عيد نفسها. عيد نفسها بديش ينفع شرف. شو بدك مالك والله ولا انا ما ماشي هذي هلا هدي ما حالك شو ما حا روّر 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 ما حا أيه بس ما اسمع عن جد اسمع يلا هاي ايه عم لملم بجمع نجوم من بعض طب لا شلون لا لا خلاص جاعد لا بس بس خلي غني شوي بس 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 غني شوي بس 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 بلش رجع بلش شو بدي يرجع بلش هاي لحظة هي بس تدقق شوي بالصوت تبعك يعني على فكرة ما لحقت تسمع شو بس لك هي يا أخي لسه ما بلشت تربط اللحم بالصوت هي مهندسة بدنا هي جاعد كمان يا راس جاعد يلا لا تقولي وقف مسرعة لا تقولي وقف مسرعة اسمعي تمام خلص يلا رح اسمع عبلملم مجمع نجوم من بعد ترى علي الزمن وانا جوعان كثير والله صندب انا كثير جوعان لا اجوان تمزح لا شو شو لا يا الله شو والله ما بعرف اضحك ولا انا اعصب على فكره ما مالي فكره على حيل اجي اعصب ترى على فكره تعبان ليه طب انا حكى معه على فكره كنت عم غني شو طب ارجع عيد عيد معلي لا لا بطلت عيد يعني شو لا. طب انت قلتي لي كمل في غلط ما عم تربط اللحم بالكلمه ما انت ما سمعتي انت بس صار يوجعني 18 عم تحكي عليها بس والله العظيم انت عم مقلب صح والله يعني والله طلع اول ما لانه انا فاضي لحتى اعمل مقلب لا هي بتطلع البنت بتشتغل مع استوديو مقاعد لا مجال اكبر من تدخل على اليوتيوب لانه هي مرقت فتره وبعدها عم تشتغل بالاستوديو لحالها يعني جاي غني عاد جاي ما عارف شو بدي اقول لك ولا الا يعني على فكره هلا ايه تمام اوكي انت بتحكي مثلا ايه هلا هو ممكن بس انت عم تحكي مع بدك مهندس شو صوت شو بس يا استاذ بس اخذ رايك بشغله هو ممكن شو يكون يعني ممكن شو يصور بالضبط او صوته شو بالبق بالضبط خبز ما كان للبق لا والله ما لا مستحيل والله ما ها لا مقلب صح تتذكر ما طبيعي يا زلمة ايام سوريا في جمو مقلب يابس شو يا مقلب مش يابس شو شو على فكره فيني اقعد اقفل عليك عادي يعني لا يا عمي انا ما بحكي عليك انت بنت انت بنت عيب عيب بس ما والله عيب بس مو هالدرجه لا 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 هي ما ظبيه لا لا انا فكره انا هلا مطول بالي مطول بالي كثير عم تمزح وقف لا لا ما عم بمزح انا لك والله يا انجل شو هالمسخره يا زلمه كفي بقى يا زلمه شو ما انا عم ما بعرف شو بدي احكي لك على فكره انا ما عم بضحك عليك انا عم بحكي الصراحه ما في داعي تضحك مين انت حتضحك على انت مين مهندسه صوت طز طز شوف عيب. عيب ما مصطفى ما بصير عيب ما بتستحمل مزح عيب يا زلمه انا ما بعرف بدي اضحك عيب بنت بيتي معي كرامته من كرامته لا احترمي حالك ليك يا الله مصطفى عيب الحكي هذا بيركي معي عيب الحكي هذا شو لك حبيبي لو مو قاعده معك انت بتعرف انا شو بساوي يا اخي شو بتساوي انت بتعرف انا شو بساوي انا ما بتفرق طز طز شوف رجع عادة شو ايه انت خبز ماكن مين انت حتحكي معي مصطفى لا تغلط مع البنت لك ما بصير لا تغلط مع البنت لك انا محترمك والله العظيم لحد هلا لا تغلط مع البنت عيب كرمالك عيب 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 انت حرجع عيد رجع عيد خلص رجع عيد شو يا زلمه مين حتى بالحكي صوتك نجاز والله لك انت صوتك لك انت عيب تحكي هيك حبيبي حبيبي لا تحكي مع البنت هيك ولو شباب عود لا تحكي مع البنت هيك عود طز ما طز عيب عود عود جواني ما بصير هاي ولد هاي ولد انت في عينه انت مين حتحكي معي هيك مين انت صوتك نشاط عود لك عود ليش بدي حدا يضحك عليه ما عم بفهم عود لك انت بس سؤال انت في شيء ببالك يعني في شيء بمخك لا تغلط مع البنت طلع لي لا تغلط مع البنت عود جواني انت مو زلمه لا تغلط مع البنت عود جواني عم لك وياه خلاص تعرفني لما انا لك يا حبي وحيات وحيات والله لحد هلا لحد هلا انا مركز معك فركز معي وقت تحكي معك عيب لا لا لا. عيب عيب انه انت ما عم تفهم حكي البنت مهندس الصوت هذا تمام عود تمام عود الصوت شلون صوتك ما بدي اسمعه ولا حرف صوتك ولا حرف طب نشاط ما قلب شو يا زلمه الناس تدق موبايل بينها الناس تطلع علينا الله لا يوفقك الناس تطلع علينا محمد يضرب
الله لا يوفقك. لا تطلع علينا العمى يضرب. يا الله يا الله العمى يضرب فيك مثل البغل. خذ نفسنا هنا زلمة. انا قلت لك الف مره لا. في ديك شكل جاز لك محمد صوتك شو عالي. لا عم شو هذا بلدن شباب بلدن بلدن. انا الف مره قلت لك يا محمد لا تعمل معي هيك. لا بنت لا تعمل معي. وقف شوي هذا شوي صلى على النبي. هذا شوي هذا شوي هذا شوي بس والله بالبالغ بيا خبز من هنا بس عجبت معك بس ده يا شوي اخذنا صوت علينا. في ديك شكل جاز في ديك خلصنا يا جماعه انفضحنا من السؤال. هسه انا عندي تقول لي انفضحنا. طب عشان تقول لك عينك ما يا حبيبي يا حبيبي فهم ابو جوان. انا والله العظيم كم مره قلت لك. انا والله الف مره قلت لك لا تعمل فيني هيك. انا زي ما بتحمل. هذا انتقام. هذا المقلب كان انت. ما انتقام هذا. يا الله ما انتقام. يا الله شو استفزته عشان تحكي دم. حاول استفل سلام فيني. بس اسالها واحد مش كاميرا. بس انا هو شغله ليك الكاميرا تمام. نسبت جوا على الزاويه ليك. انت شخص مجنون. صوتك عالي كمان. صوتك عالي. استفزاز استفزاز يا اخي. بس والله ما اخا بدك صراحه. بدك صراحه. انت بتبغى تطلع شباب بالمره. امحل عني. تعال هذاك اليوم صلحنا بالموبايل. بدك تجيب لنا واحد ثاني. هلا اذا بتجيب لي طياره معنا روحي. طول بالك شوي طول بالك شوي. هذا رديتي على اعتبارك ولا لسه؟ انا شو عملت لك؟ انت ما عملت لي شيء. انت عملت لي. ايه بدك تلقى كثير من رفقاتي. بدك تلقى كثير. انا موت لك بلا مع بنت. انت بنت؟ لك انا البنت بتستفزني وقت تعمل هيك معي بطريقه كثير بتستفزني. اه اجيب لك شاب؟ حاولت استفزه كمان قد ما على فكره على فكره. هو كثير كثير بيلعب على الحركه اللي انا بكرهها وبيجي بيعملها فيني كرمال يعني موت كرمال طق. يا زلمه اجيب لك شاب تروح يصير مقلب يقلب حقيقه. اجيب لك الشرطه يا زلمه. اقل شيء اجيب لك بنت عشان تكسر ضهرك عشان تمد ايدها. ما عاد اعرف هالدنيا اضحك. اعتذر قدامي كبير. طلع برجف. اعتذر على هالدنيا. عيب عليك غلط عليها كثير. بس ما رد لك. انا اعتذر لازم. هي يا زلمه طققتني. بس عيب طققتني. عيب اعتذر. بعتذر خلص. جواني حكم. انا اسف كمان مني. انا الصراحه ما توقعت هيك غلط والله العظيم. بصراحه اوفر يعني. ما والله ما قدرت ما قدرت والله حقك. شو تقول؟ شو انا اسف عن جد. اجواني حكى لك دلي من انا لك اجواني حكى انا لك روحك كفك روح حبيبي. والله انك كفو شباب. لا عن جد كثير شاطر. حبايبي هذا هو كان المقلب اليوم. كان سريع شوي بعرفه وعفوي. ما تحطوا لايك. حطوا لايكات جكاره فيه. لا ما تحطوا. حطوا لايكات جكاره فيه تمام. كفو حلا. اكتبوا لي كيف كان تمثيل حلا. عن جد ان انا ما انا اضحك اك مش حال اضحك ما بحزن والله. تمام حبايبي الكل اكتب لي كيف شفتوا حلا. كيف كان اسلوبه حلو تمام. هو طول بالك شو بعرف طول. ومصطفى انا اسف حبيبي بس لسه ما بلشنا احنا. هلا عم بلش جديد. قلت لك انت بلشت مع جواني وانت حبيبي دلي مين وصوا عليك من عفرين. قولي قال لي تشيك تشيك. قال لي توصيتك هذا طلع عندي شريك حبايبي. طيب ماشي شريك حبايبي. الكل يدخل بتعرفوا ليش انا هيك قلبي هيك لسه هيك كامش عن مصطفى كمان؟ لا خلاص خلص فش. بس زي اليوتيوب بعدين من وراك. الكل يدخل على رابط قناه تحت الوصف لاي قناه حلا قناه مصطفى قناه حلا. لا قناه حلا لا ادخلوا لهنيك شوفوا فيديوهات حلا تمام. رح صور معنا ان شاء الله كمان. وشوفوا فيديو الفيديو اللي عمله فيني مصطفى المقلب. ادخلوا على قناته وشوفوا واشتركوا بقناته واكتبوا له انت كفو وعن جد حبيتوا له مصطفى ولا لا. اذا حبيتوا بدي توصل 100,000 مشترك وحلا كمان بدي اياه الكل يشترك عنده وصلوا لاكبر عدد ممكن. وبدي الفيديو يوصل لاكبر عدد لايكات. هذا الفيديو كان عفوي بعرف في ضجه بالكافيه بس حبايبي والله الوضع شتى منيح مانا عم نصور لكم بهالبرد تمام. وانا اسف عندك شيء تحكي؟ عندي تفضل. انا اسف لك عن جد عن جد عن جد. شفتك كيف شفتيش انت والله محترم برب. والله انا اسف كثير بس انا كنت اكثر كثير هو بيعرف وانا عن جد اسف لك. اوكي لا انت بتموت على هالرقبه حبيبي حبيبي يا اخي حبيبي. وحبايبي بشوفكم فيديو جديد. كان معكم جواني وحلا ومصطفى. حطوا لي كات على الفيديو واحلى بالصيف تمام. بس ما بلشنا. لا اكتبوا لي افكار تحديات من عندكم عشان اعمل مع الشباب تبعات رفقاتي والناس اللي جواني حاج كثر المقالب حبايبي. بس افش اهلي بكم واحد
بعدين حبايبي بنشوف الايام اللي جاي. وصار طويل شوي بس بخ...